وللمزيد من المتابعة مشاهدينا بينضم إلينا الخبير الاقتصادي أحمد ياسين من لندن. يعني بداية أهلا بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. يعني الأزمة الأوكرانية الروسية التي ما زالت لها تداعيات وتأثيرات سلبية على أسعار الطاقة عالميا، كيف تقيم ارتفاع أسعار الطاقة عالميا في ظل هذه واستمرار هذه الأزمة؟ كل عام وأنتم بخير. بداية دعيني أوضح نقطة أساسية بأن ظاهرة ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار النفط بشكل أساسي مرده الأساسي ليس الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإنما العقوبات الاقتصادية الغربية التي تم فرضها من قبل الغرب على روسيا. نعم، أنا أدرك بأن هذه العقوبات جاءت من الغرب كردة فعل للهجوم الروسي على أوكرانيا، ولكن هذه العقوبات كان من الأجدى من قبل الغرب أن يفكروا في ماهيتها ومقوماتها أكثر قبل فرضها، لأن روسيا ليست بالبلد العادي بالنسبة للاقتصاد العالمي. روسيا تمثل قوة التوازن الأساسية بالنسبة للاقتصاد العالمي وخاصة في قطاع الطاقة. لذلك فرض مثل هذه العقوبات الاقتصادية الغربية التي جاءت متنوعة بشكل غير مسبوق، وكذلك أيضا بشكل صارم لم تعرف من قبل مثل هذه العقوبات، هذا هو السبب الأساسي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط حول العالم وبالتالي أسعار المحروقات في يعني بالنسبة للمستهلك. ولكن بالرغم من أن هذه الظاهرة ظاهرة عالمية باتت يعني يعاني من الاقتصاد العالمي ككل، نرى بأن تجارب الدول قد اختلفت. هناك دول تعاني من ارتفاع كبير في أسعار المحروقات، في مقدمتها تركيا. وللمثال التركي لدينا عدة أسباب، أهمها هو السياسة النقدية الغبية التي اتبعها الرئيس أردوغان بتعنت يعني لا يمكن أن يوصف إلا بالغباء، الغباء المطلق. يعني في علم الاقتصاد عندما يرتفع مستوى التضخم في أي بلد يجب أن يقابل من قبل سياسة نقدية تنعكس في رفع نسب الفائدة، ولكن أردوغان أراد أن يغير معالم علم الاقتصاد بشكل كامل ويقوم بخفض نسب الفائدة، وأصر على مثل هذا الخط على مر الشهور الماضية، وبالتالي تركيا حاليا تعاني أكثر بلد من حيث ارتفاع أسعار المحروقات كما ذكرتم في تقريركم. والسبب المباشر هو أن السياسة النقدية غير المرنة وغير الواقعية وغير المنطقية التي تم فرضها في تركيا أدت إلى ارتفاع كبير في قيمة الدولار مقابل الليرة، وبالتالي أي واردات تركيا سوف تكون غالية التكلفة، وهذا ما سوف ينعكس في جيوب المستهلك في نهاية المطاف. إذا انتقلنا إلى بلد آخر، بلد أوروبي، بلد يعني بريطانيا، أيضا أسعار المحروقات تجاوزت مستويات غير مسبوقة، ولكن بالنسبة لبريطانيا هناك أسباب أخرى تتعلق بأن شركات بيع المحروقات للمستهلك بشكل مباشر يعني تعودت على أن تتبع ما يعرف بالاقتصاد سيكولوجية المستهلك. هذا يعني واقعيا بأن المستهلك عندما يواجه بمستوى معين في رفع أسعار السلع ويعطى فترة زمنية محددة يعني سيكولوجيته سوف تتعود بعد فترة زمنية على هذا المستوى. لذلك بالرغم من أن أسعار النفط قد تراجعت مؤخرا، أسعار المحروقات في محل بيع المحروقات في بريطانيا لم تتراجع كثيرا، بالرغم من أن الحكومة البريطانية قلصت من الضرائب المفروضة على المحروقات. كذلك أيضا هناك يعني تنافسية بين محال بيع المحروقات في السوق البريطانية، وهذه التنافسية لم تنعكس في خفض أسعار المحروقات في السوق الداخلية البريطانية. لذلك يعني بالتأكيد يعني أستاذ أحمد يعني هذه الأزمة يعني أثرت على كافة الدول، ولكن في رأيك يعني يعتقد بعض الاقتصاديين أن أسعار الطاقة قد لا تتراجع بشكل كبير هذا العام وقد ترتفع أكثر، كيف تقيم ذلك أو كيف ترى يعني ذلك؟ يعني كل ذلك يرتبط مع العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا، وهنا أركز أن السبب الأساسي هو العقوبات. عندما ولكي أوضح كلامي أكثر،
عندما هدد الغرب بأنه سوف يقوم بتوسعة يعني حزم العقوبات المفروضة على روسيا من خلال فرض سعر محدد للنفط الروسي، جاءنا تقرير من أكبر بنك استثماري في العالم جي بي مورغان ليحذر ويقول في حال أقدمتم على مثل هذه الخطوة أسعار النفط سوف تتجاوز $200، ما يشير بوضوح إلى أن روسيا لا يمكن فرض عقوبات اقتصادية عليها من دون أن يتأثر الاقتصاد العالمي بشكل مباشر، لأن روسيا تصنف اقتصاديا تحت مظلة الاقتصاد الصاعد، وروسيا هي تعتمد في نشاط اقتصادها على بيع السلع، وفي مقدمتها سلع أسعار يعني مصادر الطاقة النفط وكذلك أيضا الغاز الطبيعي، وهذه السلع سوف تستمر في صادراتها من قبل روسيا، لأن العالم بحاجة لمثل هذه السلع، خاصة وأن الاقتصاد العالمي يخرج حاليا من البراثن السلبية والخطيرة التي فرضها انتشار فيروس كورونا. لذلك الفترة المستقبلية كلها ترتبط مع نوعية العقوبات التي سوف يحافظ الغرب في فرضها على روسيا. هناك مؤشرات إيجابية بأن الغرب بات يعني ينظر للأمر بواقعية أكثر. شهدنا خطوة لتخفيف العقوبات من قبل كندا من خلال السماح لتوربين بإرساله إلى ألمانيا لكي يتم استخدامه في خط نورد ستريم 1، ما يشير بوضوح لأن الغرب بدأ واقعيا يخفف من موجات عقوباته الاقتصادية على روسيا. وطالما أن فصل الشتاء ليس بالبعيد، هناك فقط يعني أسابيع تفصلنا عن فصل الشتاء، ومخازن الغاز الطبيعي في القارة الأوروبية يعني تتراجع بشكل خطير جدا، لذلك من المتوقع أن هذه العقوبات سوف يتراجع عنها الغرب، وإلا سوف تكون التبعات الاقتصادية بالنسبة للاقتصاد الغربية كارثية يعني بالفعل. ليس ومثل هذا الكلام ليس توقعات، ولكن يعني هذا ما يمكن ان نستنتجه في حال استمرت هذه العقوبات حتى بدايه فصل الشتاء، لان امام الاقتصادات الغربيه ليس هناك من اي يعني بديل. نعم استاذ احمد ياسين الخبير الاقتصادي، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.